انا من وانا صغيره، انا بابا طول عمره بيحب السفر قوي، ودايما كنا بنسافر كتير، يعني كنا بنسافر كذا مره في السنه. وانا يعني اتربيت في بيت اصلا بيحب السفر، فاحنا كلنا انا واخواتي من واحنا صغيرين بنسافر كتير، فانا كبرت متعوده ان انا بسافر. يعني حتى لما بقيت بسافر لوحدي بعد كده انا اتعودت خلاص ان انا بسافر، وانا لفيت مدن كتير مع اهلي وانا صغيره، ومصايف وكمان مشتى. فكنت يعني لا، كبرت عندي الحب بتاع السفر، بس ما كانش في نيتي خالص انه هيبقى شغل. يعني هو كان مجرد هواية انا اتعودت ان انا اعملها من وانا صغيرة وكبرت بيها. يعني هي حاجة جميلة قوي بجد، حاجة جميلة قوي، وانا مش عارفة احسدك ولا احقد عليكي ان انت بتلفي مصر كلها، وهو ده شغل، وده هو ده شغلك، او هو ده الشغل اللي انت اخترتيه يبقى شغلك، فبجد دي حاجة جميلة جدا. المبادرة بقى، تكلميني عن المبادرة، كلميني عن برضو الفكرة، وبرضو مين اللي دعمك في ان المبادرة تطلع للنور. المبادرة أنا عملتها في 2018 لما صورت الفيديو بتاع مطروح، ولقيت إن الناس مش عارفة ده اللي هو أماكن. أول فيديو صورتيه كان ونزلتيه شاطئ من غير اسمه قصد ده. اللاجونة، ما كانش معروف خالص وقتها، بس دلوقتي بقى معروف من بعد الفيديو ما انتشر، الناس بقت بتروحه. انا المبادره كانت بسبب ان انا لما صورت مكان مش معروف اتفاجئت ان في اماكن كتير كمان غير ده مش معروفه للمصريين. لا طب ما هي مصر فيها اماكن محتاجين نكتشفها، فمن هنا جه اسم المبادره ان احنا عايزين نكتشف مصر. وده كان السبب ان انا قلت للناس يلا نكتشف مصر اللي احنا ما نعرفهاش، مش مصر اللي احنا عارفينها. وبقيت اروح اماكن مش معروفه خالص اصور فيها فيديوهات، وممكن تبقى اماكن على الحدود، اماكن بعيده جدا. واول سؤال كنت بتساله في الكومنت هو ده في مصر؟ الناس ما كانتش مصدقه ان مصر فيها حاجات حلوه قوي كده. فمن هنا جت الفكره انه يلا نكتشف مصر اللي احنا ما نعرفهاش، نكتشف مصر جديده. دايما عندنا مشكله الـ underestimating to ourselves، ان احنا دايما بنشوف نفسنا اصغر. اقل. ليه؟ ليه فعلا؟ ما ان احنا عندنا حاجات واماكن بجد ساحره، يعني احنا لو بصينا لها لو زرناها عمرنا ما هنقول نطلع بلد فلانيه او نطلع بلد علانيه او نسافر بالقارات. عندنا الحمد لله حاجات كتير قوي جميله. طب ايه اكتر الاماكن اللي انت رحتيها ولفتت نظرك قوي، وكنت شايفه انه ازاي ما حدش يعرف عنها حاجه، وليه ما حدش يعرف عنها حاجه؟ اكتر الاماكن اللي اتعلقتي بيها قوي وما حدش يعرفها. بصي انا خلصت مصر كلها تقريبا في اقل من سنه، كنت لفيت مصر كلها. برافو عليكي. وكان في حاجه واحده اللي كنت لسه ما رحتهاش، وكانت دايما بتتاجل، جت الكورونا وما كناش عارفين نسافر، فكانت دايما بتتاجل، بس كان نفسي اروحها قوي. كانت هي الواحات المصريه، الخمس واحات المصريين. انا رحت سيوه بس قبل الكورونا، وكان نفسي اروح بقيه الاربع واحات. يعني احنا عندنا في الداخله مصر والخارجه والفرافره وسيوه والبحريه. والبحريه فاحنا عندنا خمس واحات في مصر، احنا كلنا عارفين سيوه، وسيوه ترند اصلا بقى لها 3 4 سنين، وتقريبا 70% من المصريين راحوها. كان باقي بقى ان انا عايزه اشوف بقيه الواحات. طب ليه بقيه الواحات مش واخده الشهره بتاعه سيوه؟ فبعد ما الدنيا بدات تفتح بعد الكورونا، اول رحله عملتها ان انا طلعت بقى كده رحله طويله لفيت على الواحات كلها. وعلى فكره الفرق بين الواحه للتانيه كبير، يعني مش لازقين في بعض زي ما الناس. هما في الصحراء الغربيه، والصحراء الغربيه اصلا كبيره جدا، كنا بنروح من واحه للتانيه بناخد وقت طويل. فقررت بقى ان انا هروح الف على الواحات دي، انبهرت قوي بيها. وهي للاسف مش متسوق لها خالص على السوشيال ميديا ولا في المجال السياحي.